بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا النهارده لماذا لا يستجيب الله لصلاتي؟ طبعا المسيحيين كلهم مدعوين للصلاه، كل المفروض يصلي، لكن انا بقعد اصلي 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 صلواتي ما بتوصلش للسقف، اخر السقف، ولو قلت انها بتوصل ملهاش نتائج، النتائج ما بشوفهاش، ودايما حاسس ان ربنا مش بيستجيب للصلاة. طب ما تيجوا نفهم الاول ايه هي الصلاة، لان احنا بالتأكيد عندنا حاجة غلط، لان الصلاة نفسها مش مفهومة. الصلاة ما هياش واحد يقف يتكلم بالساعات ومش راضي يتوقف، ايها رب يسوع انت الان تسمعني وانت ايها الرب تملأ قلبي بالسلام والمحبة، ويفضل يقول كأنه واقف بيعمل خطبة مدر الحاجة. الكلام اللي هو ده بلا نهاية، ده مش هي دي الصلاة. مش هي ان انا اتأكد اني بقضي وقت معين كل يوم بصلي فيه وعناية مغلقة كده مقفلة وافكر انا عاوز ايه من ربنا، لأن الصلوات بتاعتنا ساعات يبقى فيها أنا هطلب إيه من ربنا؟ وتبقى الصلاة عبارة عن وسيلة لتحقيق غاية. يا رب حافظ على ابني، يا رب اديني كذا، يا رب اعمل لي كذا، يا رب خلي مراتي ترضى عني، يا رب خلي جوزي يهدى شوية، يا رب خلي جوزي يصلي. يعني كلها حاجات أنا بطلب. يعني الصلاة بالنسبة لي ان انا يعني رايح اطلب وعليه هو ينفذ. الصلاه مهمه جدا في حد ذاتها حسب الكتاب المقدس، مش نتائجها بس. يعني النتائج حلوه، بس الصلاه نفسها في حد ذاتها كويسه. احنا مش بنصلي من اجل ان تكون لنا علاقه مع الله او حتى لاظهار هذه العلاقه. انت صلي في المقام الاول والاخير لانها اساس علاقتك بالله. واخدين بالكم ازاي؟ يعني انا مش بصلي عشان اعمل علاقه مع ربنا، لا، ده انا بصلي لان هي دي العلاقه مع ربنا، ان انا اصلي واتكلم معاه، مش كوسيله للعلاقه وانما هي نفسها العلاقه. هديكم مثل عشان تقدروا تفهموني. أنا مش بتنفس عشان أثبت إن أنا على قيد الحياة خالص، أنا بتنفس علشان ده هو أساس حياتي. طول ما أنا بتنفس أنا حي، لو أنا متنفستش أنا مش حي، وبالتالي أنا بصلي في علاقة بيني وبين ربنا. أنا مش بصلي ما عنديش علاقة بيني وبين، مش هكون علاقة، لا ما عنديش علاقة. فهي الصلاة هي أساس العلاقة بينك وبين ربنا. طب لما الصلاة هي أساس العلاقة، هنفترض يا أبونا بتقول كلامك صح إن هي أساس العلاقة، طب ليه ربنا برغم إن أنا عندي علاقة أهو أنا بصلي ليه ما بيستجيبش؟ أول حاجة لازم تعرفها إن ربنا عظيم قوي وقوي جدا وبيعرف كل حاجة. يعني هو قبل ما أنت تصلي أصلا هو عارف إنك بتصلي عشان تقوي العلاقة ولا تثبت العلاقة ولا تخلي فيه علاقة. ما أنا لو ما رفعتش سماعة التليفون وكلمتك خالص أنت بعد شوية خلاص هتنساني. يعني عندي كام ألف تليفون، نمرة التليفون على عندي في كل سنة، لو عندي وقت كده أشيل لي كام ألف وأمسحهم خلاص، أنا مفيش علاقة. فطول ما انا بتصل بيك في علاقه، مفيش ما بنتصلش ببعض، العلاقه طبيعيه هتموت يعني. فربنا عارف كل حاجه، وتلاقي ده موجوده فين بقى؟ في اصحاح في مزامير اصحاح 139 بيقول ايه؟ يا رب قد اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، يعني اي حاجه بتعملها، فهمت فكري من بعيد. يعني هو ده الوحيد اللي ما تقدرش تقعد تلف وتدور عليه، هو عارف كل حاجة. مسلكي ومربضي زريت،
وكل طرقه يعرف، عارف انا رايح ليه وبعمل ايه وجوايا ايه، كل حاجه. لانه ليس كلمه في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها، حتى الكلام اللي انت هتطلعه هو عارف. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبه هذه المعرفه، انت معرفتك كبيره قوي، فوقي ارتفعت لا استطيعها، ما اقدرش ادركها قوي، ان انت عارف كل البشر اللي في العالم ده، كل واحد فيهم عارف في عنه كل حاجه. بيقول له: اين اذهب من روحك؟ ومن وجهك اين اهرب؟ مش هقدر اهرب منك خالص. ان صعدت الى اعلى السماوات فانت هناك، وان فرشت في الهوية، يعني حتى في الظلمه تحت، انت هنا. ان اخذت جناحي الصبح، بقيت زي يعني الملاك ولا ماشي ورا الشيطان، جناحي الصبح، وسكنت في اقصى البحر فهناك ايضا تقدر انت يا رب توديني يدك وتمسكني يمينك. انت اقتنيت كليتي، الكليه بتاعتي هتقعد تنقي الدم بتاعي. انت شايف التنقيه بالظبط شكلها ايه؟ يعني عارف كل حاجه صغيره وكبيره. نسجتني في بطن امي وانا لسه نطفه، وانا لسه ماليش وجود خالص. قعدت بقى، طب نحط البويضه ونخلي السبرم يجوا مع بعض، هنبدا بيبي جديد، وكله في ذهن ربنا من قبل ما يحصل. وانهي واحد فيهم اللي هيجي؟ طب ده في كام مليون يا رب سبيرم؟ واحد بس، انا هفوت واحد، انا هو ده اللي هجيبه، هو ده اللي هيعمل بيبي. قال له: نسجتني في بطن امي، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء. لسه في بطن الام محدش شايف حاجه خالص، وهو شايف بقى ايه؟ سيل بعد سيل بعد سيل عماله تركب في عظمه عظمه، بني ادم يكبر. ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت. يعني قبل ما أنا أوجد أصلاً، منذ الأزل أنت عارف إن أنت هتجيبني في يوم من الأيام وهعمل كذا وكذا. كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منهم، لأنها هي كانت في ذهن الله. فربنا عارف عنك كل حاجة. عارف إمتى هتصلي، إمتى مش هتصلي. امتى هتصلي وانت قرفان، وامتى مش هتصلي وانت قرفان، امتى هتصلي وانت عاوز حاجه، وانت بتصلي عشان بتحبه قوي. هي نوز ايفريثينج، هو عارف كل حاجه. طب يا رب ليه مش بتستجيب لي؟ هقول لك احتمال ان انت يا ابني، يعني لما اقول له يا رب انت ليه مش بتستجيب، يقول لي: ما تدور كده يا ابني في الليسته، ما جايز انت من الاشخاص اللي انا مش بسمع لهم اصلا. يعني ليه يا رب؟ في اشخاص انا قايل في الكتاب المقدس، روح ادرس كده ودور، انا قايل في ناس ما بسمع لهمش خالص، وبصد بصد صلواتهم كمان. طيب تعالى يا رب قول لي مين هم. اول نوع من الناس اللي ربنا مش بيسمع له غير المؤمن. انا مش بؤمن بربنا، اسمع لي ليه. بيقول ايه في سفر التثنيه اصحاح 11؟ لقد رجعت وبكيت أمام الرب، لكنه لم يسمع لصراخك أو يعيرك اهتماما. موسى كان بيقول للناس لشعب إسرائيل إن ربنا، أنت رجعت وبكيت، بس أنت أصلك ما عندكش إيمان، أصلك أنت غير مؤمن بأن ربنا عمل معاك كل المعجزات دي. والحتة دي بالذات فين بقى؟ لما موسى بعت 12 راجل، كل واحد من كل سبط واحد، بعتهم لكنعان عشان يتجسسوا الارض. رجعوا جايبين عنقود عنب، اتنين شايلينه عنقود عنب، اتنين شايلينه من كبره قوي. 10 من ال 12 ما كانش عندهم ايمان، وقعدوا يخوفوا الناس وقالوا لهم: ده الناس دول كبار قوي، و اولاد عناق دول ايه، رقبتهم كبيره وايدهم طويله، وحاجات كده. يعني احنا حسينا ان احنا في عينيهم زي النمل. فطبعا ايه، نسيوا خالص ان ربنا عمل معاهم كل المعجزات اللي فاتت دي من اول ما خرجوا من ارض مصر. وقعدوا الشعب لما سمعهم صدقوا العشرة، وما صدقوش الاثنين اللي هو كالب ابن يفنة، والتاني كان مين؟ يشوع. فالاثنين دول قالوا لهم: لا، احنا ربنا معانا، احنا شفناه قبل كده،
هيبقى يكمل معانا ليه اللي يخليه ولا يتوقف دلوقتي؟ مين دول اللي هيقدروا يقفوا قدامه؟ الناس ايه تذمروا بقى، شعب اسرائيل تذمروا، قعدوا مش مصدقين وعود ربنا، وابتدوا يتشككوا في كل حاجة، ايمانهم راح خالص بربنا. ف ربنا قال لهم لا، مش هسمع لهم خلاص. عشان كده اذا المشاكل كترت عندك ما تخليهاش اكبر من ايمانك، لازم ايمانك يبقى اكبر. وانت بتشيع بتهم وانت وانا وكلنا بنقعد نشكي من الحياه ليل ونهار، كانك مثلا بتقول ان ابوك السماوي هينساك، مش واخد باله منك. انا عندي بنتي خايف عليها قوي، مرعوب. حط الموضوع في ايدين ربنا، خلي عندك ايمان ان ربنا ممكن يغير قلبها في اي لحظه. هو طبعا لما ربنا ما غفرش لشعب اسرائيل دفعوا ثمن غالي قوي قوي. طبعا انت وانا لكي ان يسوع دفع ثمن خطايانا على الصليب بدمه، طالما ان احنا بنتوب ونرجع نخطأ. فاول نوع، عشان هسمع لكم في الاخر، اول نوع اللي هو ايه؟ غير المؤمن. ده اول نوع من الناس اللي هو ايمانه مهزوز على طول. النوع الثاني من الاشخاص اللي هو ما بيسمع، ما بيتوبش، مش عاوز يتوب، ما بيتوبش عن خطاياه. مكتوب ايه في اشعياء 59؟ مكتوب ان ذراع الرب لم تقصر، ولكن اثامك قد فصلتك عن الهك. خطاياك ستر وجهه عنك لئلا يسمع، لان يداك ملتقطان بالدم وصواعك بالذنب، وشفتاك تكلمت بالكذب، ولسانك يتمتم بالشر. عملت خطايا كتير قوي، وخطاياك دي هي اللي فصلتك عن الهك. طب ازاي اعمل ايه؟ توب. لو انت توبت خلاص، زي ما حصل في طبعا بعد الشعب ما تذلل جدا ودفع الثمن بارز قوي، والناس كتيره ماتت في شعب اسرائيل، ربنا غفر لهم. في ايام اشعياء حبوا يعيشوا في الخطيه ومش عاوزين يكملوا، وعبدوا الهه اخرى وبتاع، وعاشوا حسب رغباتهم، فالخطيه فصلتهم عن ربنا. عشان كده قال له ايه؟ خلاص ربنا مش هيسمع صلاتك، لان في بينك وبينه مشكله. الله لا يستجيب، ولا يعني لما واحد خاطئ وعمال يطلب من ربنا يقول له توب الاول، توب الاول عشان اقدر اسمعك، ما في بيني وبينك حاجز اسمه الخطيه. فاحنا محتاجين ان احنا عشان ربنا يسمع لنا، هو ان انا اعرف ان انا خاطئ، واترك الطريق اللي انا ماشي فيها اللي هي فيها خطيه، واطلب من الروح القدس ان هو يشكلني زي ما هو عاوز. يبقى اول نوع ايه؟ غير المؤمن. الثاني عدم التوبه. النوع الثالث من الاشخاص اللي بيتجاهل، يتجاهل ما يقوله الله له. يعني ربنا بيكلمنا على طول بس احنا ما بنسمعش. يقول ايه في الامثال اصحاح 1؟ تدعوني فلا اجيب. طب ما انا هدعوك يا رب، لا اجيب. وتبحث عني ولا تجدني، لانك رفضت المعرفه ولم تجدني. انا المعرفه فانت رافضني، انت بتتجاهلني، تتجاهل كلامي. اختار ان تتقي الرب ولن تقبل نصيحتي وترفض توبيخي، وسوف تاكل ثمره طرقك وتمتلئ من ثمره مخططاتك. هتاخد اللي انت عاوزه في الارض، لكن بما انك انت بتتجاهل اقوالي، ام سوري، مش هسمع لك صوت خالص. الملك سليمان في الحته دي بيقول ايه؟ الله لن يستجيب لصلوات اللي بيتجاهلون مشوره ربنا ويحتقر حكمته. لسه كنت بقول كده، الاثنين واحد ومراته بيتخانقوا مع بعض، ورايحين المحكمه، رايحين اسم، رايحين مش عارف ايه. قلت لهم فين صوت ربنا ده في وسطيكم؟ طب ليه ما طلبتوش ابونا عشان يجي يصلي لكم ويكلمكم من اول خناق بتخانقوا لكم كل ده، وانتوا مش حاسين ان ربنا فين؟ خوف ربنا في قلوبكم؟
تتجاهل مشورته وتحتقر حكمته، يبقى هيحصل ان ربنا مش هيسمع. طب اسمع، طب اشوف حكمته ازاي واتاكد من كلامه ازاي؟ الكتاب المقدس، التامل، حضور خدمه، حضور اجتماع، اصحى لنفسي تاني، قلبي يشتغل تاني، استمع لالحان تسبحه، موسيقى روحيه، اتفرج على العظات، اي حاجه رسائل من ربنا يبعتها لي اخدها بمنتهى الاهميه، واحس ان انا بسمع صوت ربنا. وسليمان الملك في الحته دي بيقول ايه، ان كل اللي يرجع بيضمن له انه لو هو سمع صوت ربنا واطاعه، ربنا هيبقى معاه وهيسمع له وهيستجيب له، وما فيش خوف عليه خالص من الشر. النوع الرابع، الله لا يساعد الذين لا يساعدون الآخرين. يعني لو تقدر تعمل عمل حسن ولم تفعل، فدي خطية، وغير كده كمان ربنا مش هيسمع لك. ليه بقى؟ بيقول ايه في الأمثال، من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له. واحدة قدام واحد، أنت سددت ودنك عن صراخ واحد، وصراخ المسكين ده مش لازم يكون واحد عاوز فلوس يعني، لا، ممكن واحد يكون عاوز كلمة طيبة، واحد حد يطبطب عليه، واحد يهتم بيه، واحد يكلمه في التليفون يشوفه عيان ولا مش عيان. من الحاجات اللي أنا لقيتها كتيرة قوي، الناس اللي عايشين لوحدهم دول محدش بيسأل عليهم خالص، يعني بيصعبوا عليا جدا. إذا ما كانوش هما يروحوا يصاحبوا ناس، سواء بقى مصريين ولا أستراليين، ويفرضوا نفسهم عليهم، ولا مش لاقيين حد يسأل عليهم. ممكن يقعد باليومين والتلاتة مفيش تليفون بيضرب، وبيجوا وبنشوفهم لكن مفيش. من يسد أذنه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له، مش هيترد عليه. ليه؟ لأنه ما مدش إيد المساعدة لشخص محتاج، محتاج بقى ماديا، عاطفيا، روحيا، أي حاجة. لو أنا بعمل كده هبقى متأكد إن ربنا مش هيستجيب لي أنا كمان. وهو ده اللي قاله الرب يسوع. فاكرين يسوع كده قال حتة كده جميلة قوي في متى 25، بيقول للأشرار اللي لفظهم في الآخر كمان، جعت لم تطعموني، ما سعتنيش، عطشت لم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، كنت محتاجا لكسوة ولم تكسوني، كنت مريضا ومسجونا ولم تزوروني. فهيقولوا له يا رب احنا امتى شفناك جاي جعان ولا عطشان ولا غريب ولا محتاج او مريض او سجين وما عملناش كده؟ قال لهم الحق اقول لكم، بما فعلتم باحد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم، فيمضي هؤلاء الى العقاب الابدي، اما الابرار فالى الحياه الابديه. يبقى النوع الرابع من الناس اللي ربنا ما بيسمعلوش، اللي ما بيساعدش حد، اللي بيفكر في نفسه بس، اللي مش بيجي على باله حد تاني غير نفسه، او بالذات في عدم المساعده. يعني هو دايما لا يا عم انا استفيد ايه من ان اعمل الحكايه دي، يا عم سيبك، يعني انا ياما تعبت. ده واحد لسه مقابلني من قريب يقول لي انا معلش انا وعدت ربنا مش هعمل خير في حياتي تاني. ليه؟ وعدت ربنا كمان ليه يا حبيبي؟ قال لي كل ما اعمل خير بيحصل لي حاجه، فالخير ده فقر، فانا مش هقدر اكمل تاني. قلت له ما الشيطان هو ده اللي عاوزه يقنعك بيه، انك ما تساعدش حد وهتبقى في سلام. لا يا حبيبي، انت حتى لو ما ساعدتش حد هتبقى المشكلة عندك أكبر بكتير، بس استنى عليها شوية يعني. فدول أربع أنواع، هديكوا نوع غريب شوية، معلش يعني مش طبيعي يعني، المتجوزين، اللي هو إيه؟ اللي مش بياخدوا بالهم من أسبابهم. وانا بتكلم كده على الراجل والست، مش الراجل بس ولا الست بس. معلمنا بطرس الرسول بيقول ايه؟ كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي كالاضعف، معطينا انيهن كرامه كالوارثات
أيضا معكم نعمة الحياة. ليه بقى؟ لكي لا تعاق صلواتكم. يعني أنت لو ما عملتش كده صلاتك مش مسموعة، صلاتك فيها إعاقة، disability، مش راضية توصل ومش هتوصل. فهو معلمنا بطرس الرسول في المقطع ده بيقول لنا إن الزوجين لازم يكونوا على وئام مع بعض، يحترموا بعض، يكرموا بعض. وهي زي ما بقول لكم، هو لما بيقول أيها الرجال ولا أيها النساء، هو مش بيقعد يصل بين الجندرز، هو بيتكلم عموما، يعني إن ده لازم يحترم ده، إن هما لازم يعيشوا مع بعض، وساعتها يعيشوا مع بعض في وئام ومحبة، ساعتها يستجيب الله لصلواتهم. لكن لو في واحد فيهم بيذل التاني ولا في عدم احترام للتاني، صلواتهم تعاق، مش هتوصل خالص، وهيبقى أمر خطير جدا. أنت لو كنت متجوز لم الدور عشان ربنا يستجيب صلواتك. أنا بمشي بسرعة عشان أحاول أخلص. النوع السادس من الأشخاص المنافق المرائي، بيقول إيه ربنا في أشعياء؟ لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب. دول ناس كويسة، بتيجي الكنيسة، بتصلي، بتحضر القداسات، فبيقدموا ذبائح، لقوا بيدوا فلوس وبيساعدوا الآخر، يعني معقولين يعني. أضخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس، لا أصح، أنا أصلا ولا مبسوط من أي تقديم أنتم بتقدموه. حينما تأتون لتظهروا أمامي، جايين بقى تصلوا، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري لا تعودوا تأتون. مش عاوز أشوف الشغل. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور اللي بتقدموها هي مكرهة لي. يا ساتر يا رب، ليه كده يا رب؟ رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم باهظتها نفسي، صارت علي ثقلا. يا ساتر، يعني احنا بنعمل حاجة فاكرين انها كويسة قوي، لكن هو بيقول لا، مللت حملها. فحين تبسطون ايديكم، هنصلي بقى، استر عيني عنكم، وان كثرتم الصلاة لا اسمع. كده يا رب؟ معقول؟ ها خلاص، انا زعلان منك قوي. ليه يا رب زعلان مني؟ لانك عايش حياة نفاق، حياة امرأة. انت حبيبي، يقول لي كده انت حبيبي، اقول له شو كده، انت بوشي، انا مش هقدر اقبل لك منك اي صلاة. روح توب وخليك ما تعملش كده، وخليك ما تبقاش مرائي، لان مهما قدمت انا مش هقدر اتجاهل انك منافق، مش هقدر اتجاهل واحد مسمي نفسه مسيحي هو مش مسيحي، مش هقدر اتجاهل واحد بيبين ان هو متظاهر بالتدين ولكن هو مش متدين، بيخلي الناس كلها تنبهر بقداسته وربنا عارف كويس قوي ان هو ليس كذلك. عشان كده إذا كنت عاوز بجد ربنا يستجيب صلواتك، لا تتظاهر، وخليك أمين مع نفسك ومع الآخرين. أنا عاوزك، يسوع بيقول لك أنا عاوزك بعيوبك حبيبي، تعالى. الناس تقول عليك اللي هي عاوزاها، بس أنت جواك عارف كويس جدا قد إيه إن أنت عيوبك كبيرة قوي وخطاياك كتيرة قوي، واقف قدامي وأنت حاطط وشك في الأرض وفعلا حاسس إن أنت ما تستاهلش حتى انك تقف قدامي. طبعا احنا بنمر بلحظات كتيره جدا من الضعف وعدم الايمان، لكن ده مش هو الخطا، ده مش هو ده الخطيه. الخطيه ان انا بنافق وبين ان انا عندي ايمان وانا ما عنديش، وبحط قدامي قناعه مش بتاعي خالص. النوع السابع الاناني،
الطالب ما لنفسه. يعني في واحد ما بيحب يساعد الناس، لكن ده أناني، بيفكر في نفسه بس. يقول معلمنا يعقوب الرسول إيه؟ تشتهون، بيشتهي أهو كل حاجة بتاعته يعني، ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، مش قادر تاخد حاجة، لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون، يعني حتى لو طلبتم مش هتاخدوا، لأنكم تطلبون رديا لكي إيه؟ تنفقوا في لذاتكم. طب حلو، قال أنت بتدور على نفسك بس، أقعد أموت نفسي يا رب، الوظيفة الجديدة دي، البروموشن اللي قدامي ده يا رب، أنا عاوز أعلى أوي يا رب، أنت عارف قد إيه أنا محتاج له أوي إن أنا أعلى، عشان إيه؟ آخد برستيج أحسن، عشان أجيب عربية أنضف، عشان كله أنا، الإيجو بتاعي بس يكبر شوية يعني. عشان كده ربنا يقول لك لا، أنا مش هستجيب لصلواتك. طبعا لما ما استجبش صلواتك ويديك اللي أنت عاوزه تصاب بالإحباط، يا رب ما بتستجبش ليا، لأنك حبيبي أنت، معلش أنا آسف، أنت بتتصرف بأنانية، وساعات بتطلب حاجات شكلها من بره كويس، لكن لحياتك الأرضية مش لحياتك الروحية. فمثلا يكون واحد عنده مرض، فيقعد يطلب بلجاجة إن المرض يروح، وربنا مش عايز يستجيب. ليه؟ لأن أنا عاوزك تفضل عيان كده، لأن أنت وأنت عيان عمال تصرخ لي جامد أوي. ساعات بنطلب من ربنا طلبات، زي مثلا ابن الضال طلب من أبوه إيه؟ طلب غلط خالص يعني، روح موت واديني نصيبي، كأنه قال له كده، يا ريت تموت وتديني نصيبي في المرض. فطبعا الطلب صحيح ربنا اداله اللي هو عاوزه، او ابوه اداله اللي هو عاوزه، بس الندم كان شديد لانه فصله عن ابوه. ف انت اطلب من ربنا بلجاجه، واترك النهايه ونهايه القرار كله بشان اي امر في ايديه، لان محدش بيعرف الصالح بتاعك اكتر من ربنا، ولو كان ده حتى ضد ارادتك. يعني ساعات بنعمل عمليه وانا مش عاوز اعمل العمليه ضد ارادتي خالص، بس لانها في صالحي اكتر يعني. فده السابع اللي هو بيقول ايه؟ الاناني، ما يطلب ما لنفسه. الثامن نوع عدم الغفران، اللي ما بيغفرش. تلاقي ناس شايله من الناس سنين، ازاي انت شايل منه سنه؟ ازاي شايل منه سنتين ثلاثه؟ ايه ده؟ فين الغفران؟ طب ما ربنا مش هيستجيب لك خالص، خليك شايل كده. يقول ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء، لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم. وبقيت الايه بقى هي الحته اللي ترعبني بقى، وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا ذلاتكم. هو ما بيستجبش الصلاه خالص، انت مش تغفر وانا مش هغفر لك ومش هسمع لك خالص. طب ده يا رب، ده انا شاعر بالمراره و مراره عدم الغفران دي ليها مرار لوحدها، ومراره ان انا شايل اساءه في قلبي من ناحيه حد بقى لي كتير قوي، كل ده اجي اصلي قدام ربنا عائق، ربنا ما لا يستجيب صلوات حد زي كده. ممكن انك تصلي من اجل حاجه، لكن وانت جاي تصلي قول له يا رب انا شايل من فلان وحقك عليا، وانا ارجوك تساعدني ان انا اسامحه، وارجوك تساعدني ان انا اغفر له، وارجوك تنسيني الموضوع كله. انا عارف انك ممكن تعمل كده، ولما توصل للليفل ده هتلاقي ربنا فعلا هيساعدك، وساعتها هتستجاب صلواتك. وانا حكيت لكم قبل كده عن شهيد لم يغفر، فاكرين قصة شهيد لم يغفر؟ الشهيد ده اللي هو فضل ايه بجلالة قدره كده، كان رايح للاستشهاد للسكر، ملوش دعوة بحاجة، مش عارف اعمل عشان انتوا مسكرين شوية فعالي.
كان رايح للاستشهاد، وبعدين وهو رايح للاستشهاد جاله واحد صاحبه قال له يا فلان انت هتبقى شهيد المسيح، ارجوك بقى تغفر لي، انا غفرت لك من كل قلبي، انا عارف احنا الاثنين غلطنا في حق بعض جامد، بس انت هتقف قدام روح السما بقى عشان خاطري ايه؟ اغفر لي. قال له لا مش هغفر لك. قال له ده انت رايح على الاستشهاد، ده انت هتاخد اكليل الشهاده. قال لا بس مش قادر اغفر، مش عاوز اغفر لك. يتحايل عليه يمين شمال، ارجوك اتوسل اليك، انا غفرت لك صدقني من كل قلبي. قال له بس انا ما غفرت لكش، مش هغفر لك. راح لغايه مكان الاستشهاد، اول ما شاف آلات التعذيب اتشالت منه نعمه الاستشهاد، وخاف وارتعب وانكر المسيح. فصاحبه شاف ملاك واقف باكليل فقال انا مسيحي، اخدوه هو واستشهد لانه غفر. فهو لما واحد يكون فعلا بيغفر ربنا بيستجيب لصلاته وبيسامحه. النوع التاسع هو عدم الايمان او قله الايمان. بيقول معلمنا يعقوب ايه؟ ولكن ليطلب بايمان غير مرتاب البته. صح؟ غير مرتاب يعني مش بشك خالص. ليه يا رب؟ لان المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه الريح وتدفعه. فلا يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب. مش هيسمع مش هياخد حاجه. ليه؟ لان الصلاه بتاعته ما وصلتش خالص. لو انت بتصلي وانت عندك شك يبقى صلاتك مش هتوصل، وتقول انا ليه صلاتي ما بتستجابش؟ لانك انت شاكك اصلا انها توصل، وشاكك ايضا اصلا ان ربنا هيسمع لك. فاحنا طول ما احنا مش متاكدين من اللي بنصلي له وان اللي بيستجيب لينا وان مشيئته هو فوق كل حاجه، هتلاقي ان الصلاه دي مش هتستجاب خالص. فاقعد اقرا كتاب مقدس كده وصلي جامد قوي ان ربنا يديك الايمان جواك الذي بلا شك. وانا حكيت لكم قبل كده على لما كنت في كندا وكنت بروح ادي محاضرات في حتت، وجيت في مره رحت في بيت كده فكان في واحده ست كبيره ومعاها حفيديها، والولاد دول كانوا تقريبا 5 و6 أو 6 و7 سنين يعني وأربعة. الولد الصغير قعد يسألني ده إيه ده؟ وده إيه ده؟ وده إيه ده؟ كل حاجة، ما هو شايف واحد من أنذر بلانيت. وأنا عمال أشرح. فمن ضمن الحاجات اللي بشرحها بقول له إن أنا راهب من درق أنبا أنطونيوس، وأنبا أنطونيوس ده قديس عظيم وبيعمل معجزات كتير ومش عارف إيه وكده. ما الست تيتا ما عجبهاش ان انا بقوله كده، فقالت لي لو سمحت ما تبوظش عقل الولد، كلنا قديسين وملوك وكهنه. انا هضيف عندهم يعني. الولد والبنت قعدوا زعقوا لتيتتهم وقالوا لها ايه؟ سيبيه يتكلم احنا عايزين نسمعه بليز. فهم بيحترموا الاطفال، سكت. والولد قال لي كمل. قعدت اكمل. ولد صغير وامور كده وجميل وعمال يحكي. فانا قلت له اما انت ده قديس، ولما القديسين دول لما بنيجي نصلي بيصلوا معانا. يعني زي ما احنا بنقول لبعض كده pray for me، اصلي لي. بقول لاما انت بس صلي معايا، صلي لي. فيجي يصلي معايا. وصلاه البار تقتدر كثيرا في فعله، عشان هو بار وفي السماء هتقتدر اكتر مني بكتير. وقعدت احكي احكي احكي. فالولد قال لي عشان قلت له بيعمل معجزات وكده، فقال لي طب وسانت انثوني ده ممكن يجي كندا؟ قلت له طبعا حبيبي، ده يروح في اي حته بنت الكره الارضيه. قال لي ممكن يجي بيتنا؟ قلت له يجي. قال لي طب ممكن انت وهو تصلوا لي عشان عيني تخف؟ هو عينه بقى ايه؟ عين زرقاء جميله قوي، يعني عين جميله قوي، والتانيه ما فيهاش بيبل اصلا.
ما فيش نين بيضة خالص. بيظهر هو في مصر وفي تايم يعني، كان قافلها يعني، بس فتحها وراني وقال لي انا نفسي بعيني ازاي عينيني. طبعا انا بتكلم عيل طفل صغير عنده 5 6 سنين يقطع قلبك اصلا من الموضوع يعني. مولود كده. فرحت امه قالت لي انا سبت المستشفى، ورينا شطارتك انت والسنت بتاعك، اتفضل مش بوظت عقل الواد. انا قلت له على فكره احنا مش بنؤمن بكده خالص، مكتوب في الكتاب المقدس ان كان بينكم مريضا فليدعو خصوص الكنيسه ليدهنوه بزيت ويصلوا عليه، وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان فعل خطيه تغفر له. فأنا خصوص الكنيسة ومعايا زيت، وبدن بالزيت ده آلافات من الناس كل يوم، محدش بيخف إلا اللي عنده إيمان. فأنا هسألك سؤال، you have faith؟ أنت عندك إيمان؟ أنا بسأل عيل 6 سنين. فقال لي هو إيه الإيمان؟ قلت له الإيمان إنك تؤمن إن ربنا ممكن يعمل حاجة unbelievable، حاجة مستحيلة إنه يعمل، حد في غير الله ممكن يعمل. قال لي ازاي يعني كده؟ قلت له ازاي يعني؟ مين هيقدر يشفي يعني؟ قال لي طب وانت عندك ايمان؟ قلت له انا عندي ايمان. قال لي بايه؟ قلت له بان ربنا بيسمع الصلاه، وعندي ايمان في مشيئته اللي هو شايفه مناسب بيعمله ليا او لاي حد تاني. قال لي طب وانت جبت الايمان ده منين؟ قلت له بالتاكيد مش من كوسكو يعني. احنا عندنا في مصر الامهات بترضع عيالها من صدرها، وهي بترضعهم لبن وتحط فيه ايمان، زي شاي بلبن كده، ايمان بلبن، الاثنين مع بعض بنرضع ونطلع مؤمنين كده من واحنا بيبيهات. فقال لي ماي مام جيف مي نذر. قلت له اتس اوكي، ممكن تسأل يسوع وتقول له يا رب اديني ايمان، ويسوع هيديك. يسوع حلو قوي. فقال لي طب يعني I'll pray؟ قلت له تصلي، تصلي كل ما تصلي تقول له يسوع اديني ايمان، ولما يديك ايمان قول له اشفي لي عينيا. قال لي وهياخد وقت قد ايه اقعد اصلي؟ قلت له I don't know، it's between you and God، انت وربنا بينك وبين بعض. ممكن تاخد 5 دقايق والايمان يجي لك، ممكن تاخد 5 سنين او 50 سنه، انا بره الموضوع خالص يعني. قال لي طب واعرف منين ان جالي ايمان؟ صدقوني لو حد كبير ما هيسال الاسئله دي كلها، لانها كانت اسئله صعبه عليا اصلا يعني. قلت له تعرف منين؟ هتلاقي قلبك فرحان قوي وبينبض كده بالفرح، وعقلك متأكد 100% أو 1000000% إن ربنا سمع واستجاب وممكن يعمل حاجة لو حب. ولو جه العالم كله يشككك في اللي جواك مش هيلاقي شك، هتلاقيك ما بتشكش خالص، تقول لهم لا أنا متأكد. الولد فرح قوي، قال لي طب ممكن أجرب أجيب إيمان؟ اوكي يعني هتعمل ايه؟ قال لي اول اسك جيسس، اسال يسوع. خلي بالك بتكلم ببساطه متناهي. قلت له حاضر. الولد طلع بره يصلي، طبعا سامعين صوته بيعيط جامد قوي. يا رب يسوع اديني ايمان، انا ما عنديش ايمان خالص، اديني ايمان، ويعيط جامد قوي ان يسوع يديله ايمان. الست اللي معايا بقى جنني، شايف عملت ايه في الواد؟ انا اول سوي تمر هقضيك تمر بكره وهعمل لك كيس في المحكمه، انت بوظت الدنيا، انت ما كانش يجي بتيجي البيت عندنا هنا، انا هكلم الجامعه اللي عزمتك، لان احنا انا كنت معزوم من جامعه عشان ادي فيها محاضرات، وهم كانوا واخديني عندهم في البيت، وهعمل واسوي وانا قاعد ساكت، ما انا مش عارف اعمل ايه يعني، اللي جرى جرى يعني. عمال اصلي ان الواد ده يرتاح في قلبه، بس
يعني لأنه صوته برضو صعب قوي انت بتسمعه كده بيعيط. المهم 15 20 دقيقة الولد جه دموعه مغرقة وخدوده كده جميلة قوي، قال لي ايه؟ I have faith، أنا عندي إيمان. لسه هتكلم سيبته، قالت له no don't believe him، ما تصدقهوش ده كان بيضحك عليك، ده بيقول لك معلومات وخلاص مفيش حاجة تثبت الكلام اللي هو بيقوله خالص، مش عارف. ويعني والواد يعيط وينطط في الأرض، no أنا عندي إيمان، يسوع هيشفيني، يعني يسوع هيشفيني. فأنا لما لقيت الخناقة كبرت قوي وأنا مش عارف أعمل حاجة، فرحت قلت للولد فشور يسوع هيشفيك بس مش لازم النهارده يعني، يعني في يوم من الأيام. فراح بصيت كده قال نو هيشفيني النهارده، لما أنت تصلي لي وتدهني بالزيت your friend come and pray with you اللي هو أم بطلين I'm sure Jesus will come with me، أنا متأكد إن يسوع هيشفيني. الست تصرخ وأنا حاطط أراضي في الواد، والواد يصرخ ويقول لا يسوع هيشفيني. فأنا حسيت إن إيمان الولد ده أقوى مننا كلنا. He has faith, a very very strong faith. يعني أنا ما شفتش إيمان بالشكل ده في طفل. أنا رحت مرة واحدة كده قلت لوك لو أنت عندك الإيمان ده وما عندكش أي داوت، قال لي لا ما عنديش أي شك، قلت له يبقى يسوع هيشفيك وخلاص. الست قفلت على العشاء ما رضيتش تعشينا ولله الحمد لله، ورحنا كل واحد لقطه. أنا قعدت أصلي من الساعة 9 ولا حاجة لغاية الساعة 4 الصبح ولا حاجة كده، بقول له يا رب انا مش هشوف الولد ده تاني في حياتي، وما اعرفش هيبقى ايه، وما اعرفش يعني انت، انا مش عارف الحلول اللي عندك ايه، لان انت دايما تجيب حلول مش طبيعيه. يعني في معجزه اشباع الجموع الحلول كانت يا اما الناس تمشي قبل ضلمه، يا اما نجيب لهم اكل ب 200 دينار. رحت انت قلت له في حل ثالث، اعمل لهم اكل من لا شيء. فانت دايما بتاع الحلول اللي هي مش بترتبها، فاعمل اي حاجه. لدرجه ان انا قلت له شوف يا رب، لو الولد ده انت قررت انك مش عاوزه كده، خدني الليله، تاخدني السما، تاخدني ترجعني مصر، تاخدني في حته بعيده عن هنا، المهم اعمل حاجه بحيث الصبح يلاقوني اختفيت وخلاص معجزه جديده يعني. مفيش. ما فيش. قعدت اصلي لغايه الساعه 4 لغايه ما فعلا نمت تعبان جدا جدا. الساعة 8:30 كده وأنا نايم نوم عميق، لقيت الولد والبنت جايين بيصحوني. الولد بيقول لي look at my eyes، ربنا خلق له pupil، خلق له نجم. أنا فتحت عيني لقيت عندين، قلت له هي أنهي واحدة جديدة؟ أنا نسيت أنا كانت الشمال ولا اليمين يعني. قلت له أنهي واحدة جديدة؟ قال لي دي هي دي هي دي. أنا طبعا دموعي كان أكتر من الولد والبنت. الواد طلع في الشارع يصرخ ويقول للبلد الصغيره اللي احنا كنا فيها جيسس يسوع شفاني، يسوع شفاني، وجم الناس حواليه يصلوا ويحطوا ايديهم عليه. وتوز يعني حاجه اميزنج يعني. طبعا دايما السؤال اللي بيجي لي وسبته عملت ايه؟ قالت له كنت هتخف من غير الراجل ده، من غير يعني ما فهمش ليه إيه؟ كانت هرشه ما لحقتش شويه بس. فايه لكن نشكر يسوع ان المعجزه تمت. ليه؟ بالايمان. الايمان ده يقدر يعمل معجزات، لكن ايمان في ايه؟ في عمل ربنا، في مشيئه ربنا، مش في المعجزه نفسها يعني. خدنا 9 انواع، فاضل لنا نوعين بالمره بقى نخلصهم. النوع العاشر الاحساس بالبر. انا ما عنديش خطيه، وانا بيجي لي ناس لغايه النهارده اسم الصليب عليهم يعني، يقول لك يا ابويا انا ما بعملش خطايا بصراحه يعني كله تمام. يعني ايه يا عم؟ يعني what do you mean؟ يعني انا مع مراتي كويس قوي، بنحترم بعض كويس قوي، والعيال كويسين، انا شغل البيت ومفيش حاجه، هعمل ايه خطيتين؟ راجل انت قديس. فده بيفكرنا بالقصه بتاعت اللي قالها يسوع. 2 رجاله صعدوا للهيكل اللي يصلوا، واحد فريسي والتاني عشار. الفريسي وقف في نفسه يصلي وقال ايه؟ اللهم انا اشكرك لاني لست مثل الاخرين، الحرامية اللي جنبي دول.
اللصوص وفاعل الإثم والزنا، ولا مثل هذا العشار الشرير اللي جنبي. بصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل أموالي. يعني راجل بيشكر لربنا ما حصله يعني. العشار ما وقفش بقى جنب ربنا ولا قدام ربنا ولا واقف، وقف بعيد خالص ومش قادر يرفع وشه للسما فوق، مع ان اليهود كان هو ده السيستم بتاعهم انه يبص فوق. وخبط على صدره وقال: اللهم ارحمني انا الخاطئ. يقول المسيح ايه؟ اقول لكم ان هذا الرجل ذهب الى بيته دون الاخر مبررا امام الله، لان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. من المهم ان احنا نعرف ان يسوع قال القصه دي عشان في وسط الكتبه والفريسيين المراؤون اللي قال لهم بعد كده اصحاح كامل: ويل لكم ايها الكتبه والفريسيين المراؤون، انتوا بتبينوا حاجه ومش انت حاسس انك بار وقديس قوي وانت مش كده خالص. اللي واثق من بره ده، يعني انا واقف واثق من بري، طب انت هتسمع لك ليه ربنا؟ ما انت راجل واثق من برك. لكن لما تثق في ضعفك ومنتظر بر ربنا، ربنا هيقدر يسمع لك بسهوله. فما ينفعش الواحد يقارن نفسه بالاخرين ويقول انا احسن، لانه الراجل الفريسي ده قرب لربنا لكن بسبب خاطئ افتكر ان هو كويس. لكن الواحد المفروض يستمع لربنا، لان لو ما عملش كده هو وحس نفسه شويه ربنا مش هيسمع له بسبب أداؤه غير المتضع أمام الله. الله لا يسمع للي شايفين نفسهم هم حلوين قوي وعندهم بر ذاتي. الراجل اللي هو خبط على صدره ده وحزين قوي وطلب رحمة، ده حس انه خاطئ فاقترب لربنا بإحساس عميق بعدم استحقاق، فربنا اداله قوي وغفر له خطيته وسامع لصلاته. فبدل ما تكون فريسي خليك عشار، مش عشار في الخطية إنما عشار في التوبة بتاعت العشار، لأن صلاة العشار هي جوهر العلاقة مع ربنا. هي دي الصلاة اللي احنا قلنا عليها في الأول، جوهر العلاقة مع ربنا هي الصلاة. فأنت يا ترى لما بتصلي بيكون صلاتك شكلها إيه؟ النوع الحداشر والأخير اللي احنا قلناها قبل كده كنوع من التوبة، خطية أنا شايلها مش راضي أقولها، مش بتوب بقى، يعني أنا بتوب بس أقول خطية كل ما أجي أقولها أقول بعدين، طب بعدين، لا أكسف من أقولها، لا مش هقدر أقول دي، طب بعدين. بيقول إيه؟ فشايل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. يعني خطية واحدة أو خطيتين ممكن يضيعوا البني آدم، طب ما تقولهم يا أخي، إجيت على دي؟ يعني ما أنت أي حاجة هتقولها هتروح وأنت بتبقى وأنت بتطلع الزبالة قدام الباب، تقول الزبالة دي يعني مكسفة شوية محرجة، فأنا أخلي حاجة عندي جوه في البيت شوية زبالة وأطلع الباقي. ما الحاجة اللي بنتجلتها دي تعفن وتخرب الدنيا بعد كده تاني. المفروض ان انا لما اجي اعترف هنضف بقى خالص. وهو ابونا لما بيلم هو garbage collector، ابونا ده بيلم ال spiritual garbage، والراجل الغلبان اللي بره بيلم ال physical garbage. احنا ساعات نحب الخطايا مش عاوزين نقولها، لان انا عارف ان الخطايا دي لو قلتها ابونا هيقول لي بطل، وانا مش عاوز ابطل، فابتدي افكر في طريقه ثانيه غير كده. يعني هذا الف وادور حواليها ما اقولهاش المره دي، لاني عارف ان هعمل ممكن اعملها ثاني او عاوز اعملها ثاني. يعني انا لو جيت لربنا وانا لسه في خطيه بيني وبينه كده، فهيبقى في حائل بيني وبينه، فلازم تعترف بذنبك على طول عشان دم يسوع يطهرك من ايه؟ كل خطيه، وما يخليش في حاجه بينك وبين ربنا خالص. لازم تعرف ان الصلاه المستجابه هي مصدر فرح روحي. والمسيح الحقيقي لما بيلاقي صلواته بتستجاب بيفرح قوي. بس انت لما تصلي صلي على اساس ان دي
هي العلاقة بينك وبين ربنا مش عشان حاجة معينة بتصلي من أجلها. خليك استمر في الصلاة، واستمر بالاعتراف والنمو في القداسة والبر، وتأكد إن ربنا هيستجيب. هيستجيب كمان إذا كنت أنت واقع تحت خطية جامدة أو مش قادر تقوم منها، هيساعدك وهيقويك. يعني كان في واحدة ست، أنا فاكر كويس جدا، كنت مستغرب قوي انها متجوزه راجل، ست قديسه قوي، وجوزها كان يعني ما كانش كويس قوي يعني، وكنت صعبان عليها الست دي قوي، واقول لها يعني انا مش عارف، يعني انا عارف ان انت كويس قوي، وجوزك ده راجل كويس بالتاكيد قلبه حلو، بس يعني انت مستنيه ايه؟ مستنيه امتى يعني هو يتغير؟ قلت له لا هيتغير، انا متاكده يا منى هيتغير. وايه ثقه؟ جيت في مره قلت لها متاكده ليه، هو وعدك يعني؟ قالت لي انا بصلي له. واو، وفعلا اتغير. وتغير بقى، مش اتغير يعني ما كانش بيصلي بقى بيصلي، لا ده 180 درجه. وقدام عينيا يعني، كنت انا عندهم في البيت وحصل هذا التغير، عشان ربنا يقول لي انت لازم تعرف ان صلاه مراتك اللي بقى لها 20 سنه بتصلي قدرت تغيره وخليته قديس. وهو ده اللي حصل مع القديسه مونيكا، قعدت تصلي القديس اوسطينوس، قال احنا بنقول القديس اوسطينوس، لا اوسطينوس كان راجل صعب جدا وشرير وفيلسوف وضد المسيحيه وعنده عيال من الزنا وما عندوش مشكله خالص في اي حاجه، اتغير بقى القديس اوسطينوس وكتب اعترافات اوسطينوس. احنا بيرسلك عندنا اله حنان طيب بيسمع لنا كويس قوي، بس المهم ان احنا نشيل العقبات اللي بتقف بيننا وبين صلواتنا حائل، لان هو بيتمنى يدينا كل اللي احنا اللي هو يعني عاوز يدهولنا، بس لما يلاقي فيه مفيش حاجه بتمنعنا من انه يسمع صلاتنا. ربنا يديني ويديكم، ويسوع يستجيب لصلاتي وصلواتكم، وينقذ العالم كله لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد.